بحث والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي وفد أو بحث مع وفد الأمم المتحدة برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام الترتيبات الخاصة بالتحول إلى مرحلة بناء السلام وتقديم الخدمات والمشروعات التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بدارفور. وأشاد الاجتماع بالتنسيق والتعاون الجيد بين منظمات الأمم المتحدة وبعثة اليونامد وحكومة شمال دارفور. مجهود كبير جدا من المجتمع الدولي الخاص بالعودة الطوعية. العودة الطوعية كما هو معلوم بدائرة مطلوبات اللي هي مياه صحية نقية، خدمات في الصحة، في التعليم، خدمات في المياه، ويمكن كذلك المناطق، المؤسسات العدلية، مؤسسات النيابة، الطرق، البنية التحتية، كلها بتحتاج لمجهود جبار من الوقوف مع حكومة الولاية.